انت يا اختي اللي قلتي لي عافاك، اعطيني شي وصفه اللي تعطيني واحد النظره للبشره ديالي وتحيد لي التجاعيد، وكذلك تصفي لي البشره ديالي اللي عندي فيها البقع والتصبغات. اليوم غنعطيك اختي واحد الماسك اللي سهل وبسيط ومكونات ديالو متوفره عندك، ماسك تيقضي على التجاعيد، تيعطي واحد ليكلا، واحد النضاره، كيشد البشره، كذلك تيعطي واحد التفتيح للبشره 10 درجات. بالنسبه اللي تيعاني من التصبغات، بالنسبه اللي كيعاني من الاثار ديال الحبوب ومن الحبوب وكذلك من البقع الداكنة، فهذا الماسك هذا كيعطي واحد النتائج روعة في تفتيح البشرة، وكذلك يعني في شد البشرة، وكيعطي واحد النضارة للبشرة اللي زوينة بزاف. هذا الماسك المكونات ديالو كما قلت لكم كلهم مكونات بسيطة غير من المطبخ ديالكم، لكن هذا الماسك هذا غتجربوها البنات والله العظيم الا غتصدمكم النتيجة من اول استعمال، غيبان لكم الفرق. ماسك زوين بزاف، تيعزز على انتاج الكولاجين، كذلك تيقاوم لنا حب الشباب، يعني مفيد بزاف للبشرة. غنبداو على بركة الله الوصفة ديالنا. اول حاجة غادي نحتاجو كما كتشوفوا معايا الجوج ديال الماندارين حتى لثلاثة، كنغسلوهم مزيان كما كتشوفوا معايا، مهم، وكنحكوهم فالحكاكه كتكون رقيقه، يعني الجهه الرقيقه كما كتشوفوا معايا في الفيديو بهذا الشكل هذا. مهم تنحكو غير هذيك القشره اللي على برا كما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو. بالنسبه للقشور ديال الماندارين فيهم بزاف ديال الفوائد. اول حاجه كيعزوا لينا من انتاج الكولاجين في البشره، اللي كيخلي البشره ديما مجبده، تيخلي البشره ديما فيها واحد النضاره، ما تيخليش البشره ديالنا تعرض للتجاعيد. غني بلا فيتامين سي اللي مفيده بزاف للبشره. مهم غادي تستعملوا كما قلت لكم جوج ديال الماندارين حتى ثلاثه. انا هنا وجدت هذه الكميه كما كتشوفوا معايا، وغندوزو دابا تشوفوا معايا ثاني مكون. غناخدو هذه الكميه غادي نحتفظوا بها هنا. بالنسبه لهذا الماسك هذا ديال القشور ديال الماندارين، فهو كيحيد لنا التصبغات، كينقص لنا من التجاعيد، يعني تبقاو مداومين عليه، يعني كيحيد التجاعيد، يعني غني بزاف ديال الفوائد اللي كتفتح وكتعطينا النضاره للبشره ديالنا. ثاني مكون كما كتشوفوا معايا اللي هو الصابون ديال دوف، غادي ناخذ واحد الكميه، غادي نحكوه في الحكاكه كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل، اولا كنبشروا واحد الكميه. مهم بالنسبه للكميه هنايا كتاخذوا قياس اللي بغيتو، ممكن دير واحد 4 المعالق كبار اولا 5 على حسب اللي بغيتو نتوما. وما تنسونيش الزوينه ديالي واحد لايك للفيديو، عافاكم بغيتكم كاملين تشجعوني بلي لايك، راه التفاعل هاد الايام طايح، فنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بداك اللايك للفيديو، الله يحفظكم، وكذلك خليو لي شي تعليق زوين في حالكم. بغيتو تسولوني شي حاجه كما كنقول لكم دائما خليو لي في التعليقات، ولا بغيتو شي وصفه اكيد ما تردوش انكم تخليوها ليا كذلك في التعليقات. هنا خديت هاد الكميه كما كتشوفوا معايا، واللي غادي نضيفها على هاد الكميه هذه اللي وجدت من قبل ديال قشور ديال الماندارين. من بعد غناخدو ماندارينه وحده، وغناخدو العصير ديالها هو اللي غادي نضيفوه على هاد الكميه هذه ديال الصابون، يعني على دوك المكونات، يعني باش غادي يتخلط لينا الخليط. وكذلك هذا العصير هذا ديال الماندارين يعني مفيد بزاف، غني بفيتامين سي، وفيتامين سي يعني طبيعي مفيد للبشرة. غادي ندير يعني ماندارينة وحده يعني كاملة، وكنضيفوا الكميه اللي غتخلط لينا حنا بالنسبه للكميه ديال العصير ديال الماندارين، يعني على حسب الكميه اللي غتخلط لينا هذاك الصابون باش يولي لينا على شكل كريم. المهم فهمتوني، ونخلطوا
مزيان حتى تولي عندنا واحد ولا عندنا واحد القوام بحال الكريم كما كتشوفوا معايا. نخلطو مزيان هذا الخليط. بالنسبة لهاد الوصفة ممكن ديروها للوجه، ممكن كذلك ديروها للجسم، ممكن ديروها للقدمين، يعني كتحيد ديك الكحولية، كتحيد التصبغات، يعني كتفتح لك اللون ديال البشرة ديالك وكذلك الجسم وكتوحد اللون. وكما كتشوفوا معايا هو الخليط كيفاش ولا، يعني ولا واحد الخليط اللي متجانس ومحطكم تخلطوا، وداك الصابون يعني تيدوب كيولي لينا بحال الكريم. من بعد غناخدو واحد نص معلقة كبيرة ديال حليب مجفف، ونخلطو مزيان هاد المكونات. محد نحنا تنضيفو في المكونات ونخلطو، ومحد داك الصابون يعني كيدوب معانا كما كتشوفوا معايا. من بعد ما خلطنا يعني مزيان، غادي ناخدو نشا يعني دقيق الذرة او نشا الذرة او مايزينا، غادي ناخدو واحد الملعقة كبيرة، يعني زوينة بزاف في الوصفة، كتعطي واحد حتى هي واحد النتيجة اللي زوينة بالنسبة للنشا، يعني كيوحد لينا اللون وكيفتح لينا اللون ديال الجسم ديالنا، يعني مفيد بزاف في الوصفة هذه. ناخدو معلقة كبيرة ما تكونش عامرة، بهذا الشكل هذا. ممكن تضاعفوا الكمية، يعني لا بغيتوا تديروا كمية اكثر ممكن تضاعفوا الكمية ديال كل مكون. ونخلطوا المكونات مزيان، كما كتشوفوا معايا وفي الاخير غنضيفوا زيت اللوز. ممكن تضيفوا اي زيت متوفر لكم كتستعملوه، ضيفوا منه واحد المعلقة صغيرة يعني على حسب الزيت اللي متوفر لكم. المهم غنضيفو هنايا واحد الملعقة صغيرة تقريبا، وهالكريم ديالنا ولا جاهز للاستعمال. كما كتشوفوا معايا كريم كيجي خطير البنات، وممكن ديروه للجسم ديالكم كامل، يعني كيفتح اللون، وممكن ديرو اي وحده عندها شي مناسبه، اللي اختي الا بغيتي تهلاي في راسك وبغيتي الجسم ديالك يولي اللون ديالو موحد، كذلك البشره ديالك، وبغيتي البشره تولي مجبده، بغيتي تهني من داك الترهل ديال البشره، كذلك يعني التجاعيد اولا دوك الخطوط الرقيقه الا بغيتي يعني تهني منهم، فاهم عليك غير بهذه الوصفه هذه. وغتجربيها وغتشوفي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، واكيد غادي تعجبك النتيجه. ودابا غندوزو لطريقة الاستعمال. كما كتشوفوا معايا كنطبقوا الماسك بهذا الشكل هذا، وكنخليوه بالنسبة للوجه كنخليوه 10 دقائق، اما بالنسبة للجسم كنخليوه 21 دقيقة حتى 25 دقيقة، وعاد تنغسلوه. وكنغسلو سواء يعني الوجه او لا سواء الجسم ديالنا، ملي كنغسلو نغسلو بالماء دافي، ومن بعد كنستعملو الماء بارد تيسد المسام وكيجبد لينا الوجه، يعني ما كيخليش ترهل. ومن بعد ضروري ترطبوا البشره ديالكم بشي زيت او بشي كريم كتستعملوه وكترطبوا به البشره ديالكم، المهم ضروري تضغطيو لابو ديالكم، راه مهم بزاف الترطيب.
خصوصا الا كانت البشره ديالكم جافه، فضروري ما ترطبوا البشره ديالكم باش هكا ما تنشفش ليكم، ما تعرضش ليكم الشيخوخه المبكره. فديك النشوفيه اللي كتكون في الوجه وداك الجفاف اللي كيكون في الوجه هو اللي كيخلي البشره تكمش بزاف وتولي الشاحبه، يعني تولي باهته، ما تبقاش فيها ديك النضاره وما كتكونش فيها واحد ليكلا. مهم من بعد ما غسلت كما كتشوفوا معايا، وانا راه ما خليتوش هذيك المده لان دابا كنصور، من بعد عاد غادي نديرو ان شاء الله، ومن بعد تترطبوا كما قلت لكم. ونتمنى هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم. بغيتو تسولوني على شي حاجه مرحبا، خليوها في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. وفي امان الله، مع السلامه.